فاز الشاعر المغربي محمد الأشعري بجائزة الأرجان العالمية للشعر للعام 2020، والتي يمنحها سنويا بيت الشعر في المغرب بشراكة مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير وبتعاون مع وزارة الثقافة المغربية. وقال بيان لبيت الشعر بالمغرب بأن قصيدة الأشعري أسهمت منذ أكثر من 4 عقود في ترسيخ الكتابة بوصفها مقاومة تروم توسيع أحياز الحرية في اللغة وفي الحياة عبر ممارسة شعرية اتخذت من الحرية أفقا ومدار انشغال، وإنها عملت على تحرير مساحات في اللغة لصالح القيم ولصالح الحياة. وينضم إلينا الفائز بهذه الجائزة عبر الهاتف في منطقة واحة تافيلالت بجنوب شرق المغرب، محمد الأشعري الشاعر والروائي المغربي. سيدي أهلا مرحبا بك، بداية هنيئا لك على هذه الجائزة. الجائزة هذه أكيد يعني في دورات سابقة توج الشعراء من بلدان يعني عديدة، منها أمريكا، فلسطين، فرنسا، إسبانيا إلى غيرها. الآن وفي هذه الدورة يعني استطعت أن تفتك هذه الجائزة بجدارة، حدثنا عن هذا الإنجاز أكثر لو سمحت لي. أولا الجائزة في الصغر التي أسست بها كانت من الأول رهانا على تتويج تجارب شعرية من مختلف أنحاء العالم، ولذلك فقد انتبهت الجائزة لعدد من الأصوات الشعرية في لغات مختلفة وعبر كثير من الدول، وتوجت أيضا بعض التجارب المغربية الأساسية مثل أستاذ الشاعر محمد صغيني وأستاذ محمد بن طلحة. وإذا كنت هذه السنة قد فزت بهذه الجائزة فإنني أعتبر أن بيت الشعر واللجنة التي حكمت في هذه الدورة عبر عن نوع من الإنفاق للشعر بصفة عامة في زمن شح فيه الإنفاق للشعر وهيمنت على حياتنا العامة كثير من السطحية وكثير من وكثير من النكوص إلى الوراء. وهذا الإنفاق للشعر في نظري هو إنفاق منقذ، لأننا برهاننا على القيم الجمالية للشعر والقيم الإنسانية التي يحملها، فإننا نراهن على المستقبل ونراهن على تغيير مجتمعاتنا نحو الأفضل. صحيح. باللغة العربية يعني كيف تراها عظيمة في الشعر، وكيف لها أن تدرس بالشعر وتلقن للأجيال الصاعدة؟ يجب أن ننتبه إلى أن القصيدة العربية في المغرب إذن يبدعها شعراء في مناخ لغوي خاص. نحن لم نكن على حلقة مباشرة بالتجربة الشعرية العربية التقليدية في مناخها العربي المشرقي، وصلتنا أصداؤها، لكن شجرة أنسابنا الشعرية هي تنتمي بالأساس للتجربة الأمازيغية وللتجربة العامية في المغرب، وهذه هي المنابع الشعرية الأساسية التي تحاورها التجربة التي تصاغ في اللغة العربية. وأعتبر أن من بين الأشياء الأساسية التي قامت بها تجربة الشعر الحديث في المغرب هي اشتغالها على اللغة وعلى المناخ اللغوي المحيط باللغة العربية. نود من حضرتك يعني سماع القليل من الأبيات التي تمزج ربما اللهجات المغاربية وتراقصها ضمن اللغة الأم اللغة العربية. نود سماع بعض الأبيات لو سمحت لي. قلت لك سيدي محمد الأشعري. أنا آسف، ليس بين يدي الآن دواوين، أنا مسافر، ولذلك فأعتذر عن عدم
قراءة شعر من الذاكرة فلا لا أجاوب ذلك. لا يهمك ولا ليس هناك حرج أبدا. في الأخير رسالتك للجيل الصاعد. نعم، رسالة للجيل الصاعد. والله لا أجد في نفسي الأهلية أن أقدم رسالة للجيل الصاعد، ولكن أعتبر أن الارتباط بالشعر وباللغة التي يقرا فيها هذا الشعر هي مسألة أساسية لتكوين الفرد ولترسيخ قيم الحرية ولمجابهة التحديات الآن والغد. نعم. ولذلك فأنا أدعو دائما إلى جعل النص الأدبي عموما والنص الشعري مادة أساسية في جميع أسلاك التعليم، لأننا لا يمكن أن نبني هوية منفتحة ومشبعة بقيم الإبداع إلا إذا أفسحنا مجالا واسعا للنص الأدبي في مناهجنا الدراسية. وصلت رسالتك. كلياتنا ومعاهدنا. أود أن أشكرك جزيل الشكر الشاعر المغربي محمد الأشعري الفائز بجائزة الأرجان العالمية للشعر لعام 2020. شكرا جزيلا لك من منطقة واحد تافيلالت بجنوب شرق المغرب. شكرا شكرا شكرا.